نادي الزمالك، نادي الوطنية والكرامة، نادي محترم لا يزايد أحد على وطن يدي. احنا 10 أيام في سيرك عزيل حقير قاده عيل اسمه محمد الأمين. للأسف. أنا قدام مصر كلها. هو كتب في ناس بيقولوا احنا ما رضيناش، احنا مستنيين المؤتمر عشان تيجوا انتوا كلكم كده، وبطلب بكل القنوات والمواقع ان هم يذيعوا اللي هقوله. بقالنا 10 ايام في سيرك. الزمالك ارسل مبالغ الى اسرائيل عن طريق بنك معرفش المندوب الوكيل الاسرائيلي. انا بتحدى محمد الامين قدام مصر كلها. وهكتب دلوقتي ورقه هبعت لبنك المركزي، هكتب لكم ورقه اديها له بصفتي رئيس نادي الزمالك والممثل القانوني له الى البنك المركزي. لو في مليم اتحول من ساعه ما جيت انا لغايه النهارده لاسرائيل او لغير اسرائيل عايز اروح محكمه الجنايات. لكن لو طلع كذاب اضربه بالجزمه في قلب بيته. ده الموضوع. لا يزايد احد على وطنيه مرتضى منصور على النادي الزمالك. مبتدا دوت كوم.